طيب لو جينا دلوقتي يعني سالتك عن موضوع اصلا المكملات الغذائيه وهل انا اقدر اعيش بيها لايف تايم؟ يعني مم. ممكن حد يجي يقول اخد كورس مثلا ثلاث شهور واوقف ولا اخده سته طب اخده مره في السنه؟ صح. يعني برده المعلومات الدقيقه دي طبعاً. بتفرق مع الناس. بيبقى في بعض الفيتامينز بتتاخد كورس زي ما الدكتور بيكتب مم. سواء شهر او اثنين او ثلاثه ده بيبقى فيري هاي كونسنتريتد لو عنده نقص شديد شديد مثلا سيده عندها شاشه عظم وعندها نقص شديد في الكالسيوم وقتها الدكتور بيكتب لها جرعات زياده قوي بيمشي عليها بي بتمشي عليها بقى زي ما الدكتور بيقول شهر شهرين ثلاثه وبتوقف الجرعات الزياده وبتكمل على القلب مالتي فيت لان تركيزه بسيطه مش ملهاش اي خطوره ايا كانت قلب مالتي فيت هو لايف تايم هو مش علاج لاي حاجه مم. هو داعم فقط للصحه وتكوين العظم التمثيل الغذائي مهم جدا يمكن اول مره اتكلم معاكي على قصه التمثيل الغذائي قلب في رائع لسرعه التمثيل الغذائي والميتابوليزم بتاعنا يبقى اعلى الله دي نقطه دي مهمه للسيدات طبعا يعني طبعاً. ممكن الميتابوليزم كمان يزيد دي اكتر حاجه ان احنا اي حد أه. عايز يخس بيبقى نفسه مع فيها. حاجات م. يعني الميتابوليزم يزيد قلب مع الرياضه م. يعني مش طول الوقت احنا قاعدين مهم اوي إن, ان انا اعرف امارس الرياضه بتاعتي بس ساعات يقولوا ايه طب انا بعمل رياضه خسيت في الاول وفجاه ما بقيتش اخس تاني غير نظام الرياضه يعني انت عارفه الجسم خلاص بيبقى اتعود على التمرين ده فما فيش اي تحدي ان هو يحرق دهون مهم قوي ان انا اعرف احرق دهون انا وانس ان حرقت الدهون العضلات هتتبني اكتر التمثيل الغذائي هيبقى احسن طبعا انا شايفه على الشاشه البو مالتي فيت ده العبوه العبوه بتكفي شهر 10 10 10 كبسول في شريط واحد كويش. طبعا احنا شايفين على الشاشه دلوقتي التراكيز بتاعه الفا مالتي فيت عندي فيتامين اهو عندي الزنك عندي الفيتامين اي عندي فيتامين سي عندي فيتامين بي مهم جدا 3 6 5 عندي الكابر السي يو ده الكابر اللي تحتيه الكالسيوم عشان الناس بتتلخبط بين السي يو والسي اي عندي فيتامين بي 1 عندي البيوتين عندي الفيتامين بي 2 عندي الفيتامين بي 12 وعندي الفوليك اسيد طبعا من اهم المكونات او الفيتامينات لتمثيل للتمثيل الغذائي وتعليل الحرق هو فيتامين بي بكل انواعه حلو حلو جدا